11 صباحا التاسعة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكدت مصر أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 من الشهر الجاري جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وشددت على أن موقفها خلال كافة مراحل التفاوض اتسم بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث. وأشارت مصر إلى أنها وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيدا على جديتها، معربة عن تطلعها لأن تحذو السودان وإثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت ممكن. وجددت مصر تقديرها للدور الذي تقوم به الإدارة الأمريكية وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاث، وتأسف لتغيب إثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات. كما شددت مصر على أجهزة الدولة المصرية تستمر في إيلاء هذا الموضوع الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اطلاعها بمسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة. دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كافة الأطراف المتصارعة على الأراضي السورية إلى وقف فوري لإطلاق النار في شمال غرب سوريا. وحذر أبو الغيط من خطورة تصاعد المواجهات العسكرية المترتبة على التدخلات الإقليمية والدولية على الساحة السورية، والتي أسهمت في تفاقم الوضع الميداني وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة. كما أضاف أبو الغيط أن التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا شكل نموذجا صارخا لانتهاك القانون الدولي وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة. وفي تركيا قال حزب الشعب الجمهوري أن تجاهل حكومة أردوغان لتحذيرات وتعليقات الأحزاب السياسية المختلفة لعب دورا كبيرا في زيادة الخسائر بإدلب السورية. وفي حيثيات دعوة وجهها للبرلمان للانعقاد بشكل طارئ لبحث زيادة عدد القتلى بين الجنود الأتراك في إدلب، أضاف الحزب أن السلطة التنفيذية لم تقدم تصريحات كافية، كما أنها انتهكت الدستور. ولفت الحزب أيضا إلى أن شهر فبراير وحده شهد مقتل 51 جنديا تركيا في إدلب، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية التي يتبعها نظام أردوغان قائمة على مبدأ التلوي بين روسيا وبين الولايات المتحدة. هذا ويتواصل تدفق المهاجرين باتجاه الحدود التركية مع اليونان في محاولة للعبور إلى الأراضي الأوروبية. وكانت اليونان قد أعلنت أنها لن تسمح بدخول أي لاجئ إلى أراضيها، كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود. أعلنت الكويت أنها لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مشيرة إلى استقرار بقية الحالات المصابة. ونصحت وزارة الصحة بالكويت المواطنين بعدم السفر إلى خارج البلاد. أما أستراليا فقد قررت حظر دخول جميع المواطنين الأجانب القادمين من إيران إلى أراضيها بسبب الانتشار المتصاعد لفيروس كورونا بإيران. وقال وزير الصحة بأستراليا إن المواطنين الأجانب القادمين من إيران إلى أستراليا سيتحتم عليهم قضاء 14 يوما في دولة أخرى اعتبارا من الأول من مارس. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.